آلاف الموريتانيين في مسيرة ضد الكراهية والخطاب العنصري يطالبون بوقف الممارسات التمييزية وخطاب الكراهية. يرى المشاركون في المسيرة التي حضرها الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز وأعضاء حكومته أن خطاب الكراهية دخيل على المجتمع الموريتاني. البلد ما كان يكون متسامح وبلد مسلم وأهله بينات التراحم بينات وعاد وحدي يعيشوا على العنصرية ويعيشوا على الكراهية ويعيشوا على العنصرية والتفرقة، وهذا احنا ما نعرفه. المسيرة التي دعا لها الحزب الحاكم في موريتانيا جاءت بعد تزايد الحديث عن خطاب الكراهية الذي تنامى خلال الفترة الأخيرة وظهر في عدة تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي كتبها حقوقيون ومدونون. هذه المسيرة التي تمت اليوم والتي قادها الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز جاءت بعد جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حول الكراهية، شارك فيها وزراء ومسؤولون وشارك فيها قادة من المعارضة الموريتانية، كل فسر الكراهية حسب وجهة نظره، وبالتالي كانت هذه المسيرة ردة فعل على بعض المواضيع التي نشرت على فيسبوك والتي أثارت جدل واسع في موريتانيا. مسيرة الكراهية قطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع للمعارضة الموريتانية، بينما شاركت فيها أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة التي يرى أنصارها أن خطاب الكراهية يشكل خطرا كبيرا على الدولة والمجتمع.